في أقوال كثيرة عن الخط العربي، أحدهم الكثير أنا دائما بكررها هي الخط هندسي روحاني. الخط هو كشخص كحازم هو فراغ فضفاض له بيقدر يعبر فيه عن حاله. أنا حازم كرد علي، مواليد 97، خريج هندسة عمارة، لي بمجال الخط العربي بحوالي 5 سنين. فن الخط العربي فيه من الجمالية والتفاصيل كثير الدقيقة اللي بتجذب المشاهد حتى اللي بعيد كثير عن هذا المجال. هلا مجال الهندسة ومجال الخط العربي هن فيك تقول عندهم نفس الروح، لأنه هن اثنيناتهم البيز تبعهم هن الهندسة. فإذا بتلاحظ أنت حتى بالعمارة القديمة والإسلامية كانت تتجسد العمارة بالخط العربي، فما كان الخط العربي مقتصر بس على اللوحات أو على الكتابات، يعني حتى من زمان كانوا يدخلوا مجال الخط العربي بالمجال العمارة ويشوفوا بالواجهات المعمارية وبكل التفاصيل المعمارية. فتت أنا مجال الخط مع العمارة أنه أنا شو ممكن أنا أقدم شيء جديد للخط العربي بمجال العمارة. تداخل الفنون دائماً بيقدم شيء إضافي للفن اللي أوريدي موجود. فإذا نحن دمجنا بين فن العمارة وفن الخط العربي فحيطلع منتج كتير جديد وكتير متطور وعم بيتطور عن الشيء اللي أوريدي كان موجود. أهم مشاركة بالإكسبو كانت هي باليوم السوري وقت الحفل الغنائي للقدود الحلبية. شاركت أنا وصديق لي هو فوتوغرافر وفيديوغرافر اسمه توما بيطار بعمل مشترك بين تصويره والأنيميشن تبعه والخط العربي تبعي، بحيث نحن تكون الباكجراوند للحفل الأساسي بالصالة الأساسية بالإكسبو هي الفوكل بوينت أو وجهة النظر للعالم كله حوالين العالم، لنعبر عن نحن عن القدود الحلبية والتراث اللي بتمثله لسوريا للعالم كله. وكانت بعض المشاركات الثانية مثل لوحة بالجناح السوري أو الهدية التذكارية للجناح الإماراتي للإمارات كمان كانت من شغلي. نحن برغم الصعوبات اللي عم نمر فيها والأزمات وعم نمر فيها، فبالعكس نحن علينا مسؤولية أكبر بأنه نحن نورجي صورة أحسن، نورجي أنه نحن نقدر نقدم شيء جديد شو ما كان هذا الشيء لحتى نحن نكون دائماً بأحسن صورة. حازم رسالته هي بسيطة ما لها كثير معقدة، يوصل الصورة اللي بيحب يوصلها عن مجال الخط العربي اللي هي الحمد لله عم تتوسع عند العالم كله وتشوف الخط العربي شو ممكن يقدم، شو فيه بوتنشل، بس لسه علينا جهد كبير لنقدم لهذا الفن اللي صار له مئات السنين عم بيتطور، فعلينا بالعكس إرث كثير كبير إنه نقدر نضل مكملين، وإن شاء الله لساتنا عم نتعلم يعني بداية الطريق.